أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة 43 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، أكدت أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أولت اهتماما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية بمختلف آليات العمل السياسي. وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أشارت معاليها إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين كفلا الممارسات الديمقراطية للجميع، ويتجسد ذلك عبر السلطة التشريعية التي تستخدم كافة الأدوات التشريعية والرقابية من أجل تمثيل المواطنين وإتاحة كافة قنوات التواصل معهم. وأشارت معاليها بالنموذج الفذ الذي تقدمه مملكة البحرين في التعاون والتشاور المستمرين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطنين، معربة عن الفخر والاعتزاز بالحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك من أجل ترسيخ التكامل والعمل المشترك بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية. وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين في إطار التصدي لجائحة كورونا لم تلجأ لاتخاذ أي إجراءات تنتقص من حقوق المواطنين أو تتعدى على خصوصياتهم، ولم تقيد حرياتهم، بل وفرت لهم سبل العيش الكريم وحافظت على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وقدمت نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الديمقراطية وترسيخها. وذكرت معالي رئيسة مجلس النواب أن التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية عديدة ومتشابكة، وتستلزم تدخلا فعالا وعملا حثيثا من البرلمانات حماية للمنظومة الديمقراطية. لقد أولت مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، أولوية لترسيخ الديمقراطية في مختلف آليات عمل النظام السياسي البحريني، لا على المستوى الوثائق الدستورية فحسب، ولكن على مستوى الممارسات أيضا، كما تشمل على ذلك نزاهة انتخاباتها الدورية التي شهد بها مراقبون محايدون، وكما تؤكدها ممارسات سلطتها التشريعية التي تستخدم كافة الأدوات التشريعية والرقابية من أجل تمثيل مصالح الشعب البحريني والدفاع عنها وإتاحة كافة قنوات التواصل معه.